احنا باب الشرجي هاي يسموها ساحة الخلاني، هذا جامع الخلاني، هذاك السنك، منا تطلع على ساحة التحرير ومنا تطلع على الطيران. تحياتي جميع المشتركين الطيبين والأخ العزيز وزميلي العزيز أستاذ حسن، معلم اللغة الإنجليزية الطيب من عشاق الكناري، أشرف فيه ونقول له أنت بالقلب أستاذ حسن، نتمنى لك الصحة والعافية أنت وعائلتك، ربي يحفظك، نسأل الله أن يديم الأمن والأمان على بلدنا الحبيب العراق، آمين يا رب العالمين. يا بل يجي ساحة الخلاني أخونا العزيز علاوي، قلبي شونك، الشاورما الزينة واللفة بلف والمذاق، يعني ما أقول لكم المذاق كلش راقي مع المقبلات. الله يحفظك حبيبي علاوي ويرزقك. علاوي عنوانه بساحة الخلاني، ليوصل هنا لازم يتذوق الشاورما هاي التوب. حبيبه وحسين الطيب الله يرزقك. لأني يسموهن فنار، الزوج 20,000، نوعية من الأرافل، مو هذا أخويا؟ نوعية من الأرافل، حمام فنار، أي زوج يعجبكم سعره 20,000. لأني على 17 زوج بهم مجال؟ لا ما نهاية الزوج 17,000. هذني على 25؟ هاي الحمر على 25,000. والفوق على 20؟ والفوق على 20,000. هاي تور الزوج 20,000. شذريات لأنه معجي. هاي تور شذريات. هذني صفر وشكريات. حلال أخونا الطيب. الزوج 100,000. أي زوج بيه؟ أي زوج يعجبكم سعره 100,000. زيراي، هذا الأصفر زيراي عادي؟ عادي أصفر عادي مو زيراي. 250,000 ريال. زاج الريحاني سعرهن 100,000 والكاري 250,000. هذن الزوج السود، زاج الكاري انجليزي هذا، والمفوطات ببيش 150. المفوطات هذا الفحل وهاي الطيرة السودة مزاويج مو؟ سعرهم 150,000. هذا زاجل شامي سوري ريحاني هذا، وهذا زاجل انجليزي كاري، مو مصري، اكو عالم يسميه تقول مصري، هذا لا انجليزي يختلف عن المراسلات. هذا المراسلات المصري بعشرة. والله ما اقول لك اثنين وبثلاث، هذا هو مشتري، هذا مراسلات مصري، هذا من جاره يصير معوج. وهنا التك على 5، وهاي الطيور التك على 5، حتى هذا المسكي هذا بعشرة، هذا بعشرة وحده تك طيره هاي المسكيه بعشرة، باقي انواع الطيور التك على 5. الارفلي بصفر، الزبيري، التور تك على 5. الزاجل هذا المراسلات الاسكندراني هذا بعشرة، والمسكيه ذيك المكعكله بعشرة. هاي العنابر سرة الزوج 35,000. هذني 74,000 بهم مجال؟ نهايتين 60؟ إذا 64,000 نهايتين. هذني طيور بصراويات التاك ب 5,000.
سعر الطير 5000. هذني على المطيار؟ هاي على المطيار طيور. هذني ب50؟ هذا حمام نفاق. هذني 3 ب50000. هذا النيل 1 على 5 وهذا النيل 3 ب50000. لا بذن الطيور 1 ب1000. الواجل مخربطه سلافر مو؟ والله ما اعرف هذا. اي هذا سلفر. هذا 1 ب1000. هذا مال الحج ابو جعفر. هذا النيل. هذا النيل اراف القشم الزوج 100 وهاي الصفره حجي 25 والتور. وذني حبريات ب75 وذني 50 وهذا ب25. الأرافل ب100 هذا ب25. الحبريات 75 ذني ب50 وهاي الصفرة ب25. نسأل الله أن يحفظك حبيبي حجي. هذني كمر لياخ مثيو فحل 100000. نهاية 100 أخوي لو بيه مجال. نهايتهم 100000. بيزنك هذا أخوي. هذا العنبر بيش وهذا التركي هنا تيك على 15000 وبيه مجال. هنا اخونا العزيز الحمام مالته الحلو. شلون قلبي؟ شلون اخبارك؟ ليش اسعار الطيور؟ والله كل منهم سعر شاكلهم ذني كلهم مشكولات؟ اي شاكلهم. العنابر مثلا عنابر سره هذا الزوج طلعنا ب 60. الزوج ب 60 اثنين باعنا ب 50. وهذا الاسود هذا؟ هذا 25. 25؟ وهاي الرماني هذا الرماني 25 تك على 25؟ وهذا الزبيري هذا ينباع ب 15. 15؟ حبيبي نسأل الله أن يحفظك أخوي. الله يبارك مشكور. يابا صباح الخير والعافية أخونا العزيز قاسم عوافي شاي. قاسم أخوي شلون صحة؟ شلون أخبارك؟ شلون صحتك أمورك؟ الله يسلمك. شلون أمورك؟ وين ما وين؟ الله يحفظك. عيني شوفنا الطيور. هاي على ايش قد ذني؟ العمر على زوج 35. 35 الصفرة هاي الصفرة بيش السود الكمرليات صفرة هاي 32 بالرنج بيت 15 والكمرليات هذا تفتح 50 في مجال عاشتي لك وهاي الزبيريات انا سطح واحد سطح واحد مطيار قلبي خانقين مطيار سطح واحد قلبي ولايف ولايف خانقين كلهم مطيار قلبي طواير بحلة كاملات عشر زواج عيني هاي بيعة واحدة بيش بيعة واحدة من الاخير انا 15 نهايتي 15000 شيلة واحدة سطح واحد هذا ينقط منهن لا ما تبيع كل ولاية كلهن ولاية بذني خانقين كل مطيار واي طير ما في نرجع عليه لا قاسم انت والنعم منك انت بدون حلفان انت طيب هذا التور هاي التور والسوق شمعيات فين تجاري اي هاي طير بشكل زوج هذا كله عين سوداء لا بس بيدك فحل هذا بس رقم غير السوق هذا وين مو هذا هذا تحت جوز هذا اي شدري زوج 30 فيهم مجال فيهم مجال ان شاء الله بزارك شمعيات دارسيني ومطيار وعلى المطيار عيني هذني بيش هذا هيجي هذا هيجي هذا هيجي هذا المطيار ناس زوج 75 على البيض 10 مطيار شكو بيض نهاية 75 نهاية 75 سنة قاعدات بس عيني هذني هذني 4000 حله الحموم بيد ذني تكب 10 تكب 10 40000 ذني المساكي هاي المساكي شوفني ياها بس طاولات بيد ذني قاسم هاي المصلاويات على شقد؟ على 75 نهايتي الزوج 75 هاي المصلاويات الزوج 75000 وهذا هذا شنو هذا الابيض؟ هذا الشعر 5000 عيني شوفني بعد عندك خاصة
عيني خوات ليش عشب عاشق خوات المساكن بيت دني انا اللي عشب طير وفحل لا طير 75000 دني هذا المقاليد مواليد واحد بربعين الزوج بني هذا 25 هيك مال هذا اني عاديات وهذا اني هذا الحمر اللي فيه يعني زوجي نبيش هذا 25 هاي طيارة مطيار مال الصيد هاي عين مطيار هاي طيارة 40 توب هاي هاي عسد شي عاشق نسأل الله ان يرزق اخونا العزيز قاسم ويحفظه اخونا العزيز الطيب قاسم الذهب والله واقف ابو جاسم طيوره كلها نظيفة طبعا ازدحام عليه ازدحام عليه وناس هواي وهذا جدا شويه ضايقناك حبيبي لا لا جاسم هذني الارافل الصغار بيش الارافل الصغار يعني بعشرة ذني اي بعشرة خلينا نعلم طيار خويا شلون سعر هذا؟ هذا 75 وهذا المخلف هذا عام 25 هذا ب 25 هذا ب 25 وهذا ب 75000 حبيب الله يرزقك يا بهنا اخوي العزيز من عشاق الهرافي شلونك حياك الله اخوي شرف في قلبي احد المتابعين الطيبين الله على الراس يا طيب على الراس اخوي اهلا وسهلا بك شو سعره 25 هذا سعره 25000 كم سنه هذا عمره 3 سنوات هذا عمره 3 سنوات ما ترزير سعره 25000 هذني دجاجات هراتيات حلال الحج الطيب سعر الوحدة 20000 الديش هذني دجاجات 2 85000 شو يسموه هذني تركي هراتي تركي مو هراتي تركي 3 85000 فيهم مجال له نهايتهم 85000 بس هذا جيت كنا متعارف اي تعارف هسا عركته؟ لا لا اليوم استوى للبر هذا انا ما اقصد اي والله خطيئه اي خطيئه خطيئه لا تعارك عليك الله لا والله ما اعارك انا بس مفتوح قفص على ذاك واخوه وكاتبه هذا سعره 100000 هاي ب 15 هذا ب 50 لا 45 هذا ب 45 وهذا ب 40 وهذا الصغير صغير هذا تقعد 40 حبيبي 40 همين والدجاجه ب 25 دجاجه ب 25 45 وهذا ب 40 وهذا ب 40 والدجاجه ب 25 هذا الديش ب 75 وهاي الدجاجه ب 50 يعني شنو برازيلي امريكي هذا برازيلي برازيلي هذا؟ هذا برازيلي ورقتين انا ماخذه بس يا بالحج يقول انا ماخذه بورقتين بس متضايق ورده بيعه ب 75 والدجاجه ب 50 نهايتها مو حجي دجاجة ب 50 تركية مو حجي هاي تركي هاي الدجاجة هاي ب 10000 بياض هاي الدجاجة لاني جيتو دجاجة هراتيات زوجهن ب 50000 هاي دجاجة هراتية سعرها 20000 بها مجال؟ لا قفلها من الأخير؟ من نام النايم عود العالم والله على راسي أخوي على راسي هاي نهايتها ب 20000 بس العود فلوس مال التصوير فلوس؟ اي مال التصوير محفظة كلها قدامك لا ما بيده انت والطيبين مد ايدك وتاخذ اللي عجبك على راسي صباح الخير العافية عليك الله يسلمك الله يسلمك صور على راسي
تنشر عليها قناة محمد تيبي. اوكي اخوكم محمد الزبيدي حبيبي على راسي. قناة باليوتيوب همام تيبي؟ لا لا همام اخوي انا محمد تيبي. متابع على همام. اتشرف فيك اخوي على راسي. على راسي اخوي. هذا دجاج بولوني زوج 65 الف فول فول كعحوله. اخونا الطيب هنا الله يرزقك يا حبيبي. الله راسك الله يسلمك. سالم راسك. هذا دجاج بياض هذا تركي. وهذا الاحمر مالتنا العراقي تعرفوه. الزوج 12 الف. بي مكسوس من قارة وبي ما مكسوس من قارة. وحدة 6 الزوج 12. هذا الأسود تركي والأحمر عراقي. هذا كله بياض. هذا بياض. حبيبي الغالي شلونك؟ شلون أخبارك؟ وردة. ذني؟ ذني مال الشاب. الحجي أبو جعفر؟ حجي ابو جعفر بيدني 53 الف هاي هدني شعار 53 لمحمد لمحمد وللمشتركين 60 المشتركين ب 60 هاي طافيه. السلام عليكم محمد سيدي حبيبي حياك الله خوي العزيز. هلا بالطيبين. انا محمد اي اخو همام على راسي اخوي. شلون صحه؟ تشرف فيك اخوي على راسي يا طيب على راسي. هنا اخونا العزيز من المشتركين الطيبين وهنا الحجي الطيب ادعوا له بالشفاء العاجل. كم ما يعرف يقرا ويكتب الحج. لا لا حجي على الراس. حجي على الراس الله يسلمك. عيني حجي هذا على الجد السلطاني. لا مو سلطاني هذا فينيكس. فينيكس؟ اي هذا فينيكس. اي ذني 3 ب 140. 3 ب 140 الف؟ اي هذا دجاج فينيكس. فينيكس هذا 3 فينيكس. هذا الذيله طويل يصير. عافيه. الذيل مال الديك يصير طويل. اي اسباني 3 ب 200. الاسباني 3 ب 200 والفينيكس بايش؟ 140. 140 3 فين؟ هذا ديوشة كلها. اي كلهن ديوشة. اي تك على 25. تك على 25؟ الا تك 3. كفو كفو يا طيب حجي. هو حتى الشاب يقول لي للبلد. اشهاب اخونا العزيز اشهاب الذهب اخونا ابن الحج الطيب الله يحفظكم. صباح الخير العافيه عليكم. الله يخليكم قلبي. عيني هذا على الجد السلطاني. السلطاني الابيض. وهذا هذا هم على 40. على 40 الف دجاجات ديوشة مو شهاب حبيبي؟ ديك دجاجة ب 40. اي هنا اخونا العزيز شهاب اسعاره مناسبه. اختصاص دجاج زينه اسباني سلطاني كوشن ابراهما. هنا اي زوج 40؟ اي زوج 40 الف. اللون الاصفر رصاصي جميع الالوان رصاصي اصفر ابيض مشجر اسود. دجاج سلطاني ب 60. 60 الف الصندوق ب 60 الف. الزوج ب 1000 ونص يطلع ب 80 تكتوك. هذا عربي عربي مال مفاقس وهذا مصلحه. نسال الله ان يرزقك ويحفظك اخوي. طيب هنا الصندوق يطلع 60 الف ب 80 كتكوت. الزوج ب 1000 ونص وهنا 100 كتكوت ب 4000. الزوج العفو 10 ب 1000 وال 100 ب 4000 بلاش انت طيب. هذا قرش اليف الزوج 8000. وهذا الكوي الزوج 7000. وهذا الجولد. هذا الجولد بيش الزوج ب5. هذا الجولد. وهذا الكوي الزوج ب6. قرش الزوج ب8 مو قرش الزوج ب8. هذا الزوج ب5. هذا الزوج 7. هذا الزوج 6. المولي 6 ب5. 8 ب5. هذا المولي 8 سمكات ب5000. وهذا السولتير 8 سمكات ب5000.
هذا سنتر الغزل، معرض جميل جدا، راح ندخل ونشوف شنو الانواع البي. السلام عليكم. السلام. شلون طيبين؟ على الراس. هذا الببغاء على قد؟ على 8 زوج. زوج 8000. اسماك الببغاء. والسكلايت؟ السكلايت على 60. السكلايت الزوج 6. الاوسكار ب 15؟ الاوسكار الزوج 15000. خليابه خلينا لكم رقم حيدر. رقم حيدر سنتر الغزل. مو تخابروا تقولوا له نريد بيض. مخابري جماعة قايلين نريد بيض. هو المعرض مالته خاص بالاسماك اخواننا الاعزاء. حيدر من سنتر الغزل. تحياتنا لجميع المشاركين الطيبين. خاص عنده معرض مال اسماك فقط. عيني هذا القرش الوحشي بيش؟ زوج 8. هذا القرش الوحشي زوج 8000. وهذا هذا شو يسموه سكلاي؟ ترين. ترين؟ ليش هذا الزوج؟ الزوج بخمسة. وهذا الجولد؟ هذا الجولد بخمسة آلاف. الجولد ثلاث سمشات بخمسة آلاف. اليوم الجولة سنتر الغزل. أخوكم حيدر. اتصلوا علي عشاق الأسماك. اللي يحب يتصل على حيدر ان شاء الله ما يقصر وياه. حبيب ابو كرار طيب. انا اعتذر عن النيابه عن دول اللي قالوا لك تريد بيها. حبيبي حبيبي حيدر. هذني اسماك التيترا اربع سمكات ب 5000. وهذا الكوبي 10.5. الكوبي 10 سمكات ب 5000. وهذا يسموه أسماك التايجر. هذا المخطط أربع سمكات بخمسة آلاف. الحواضي راد لهم مسحة لأن التصوير ما جاي يبين. هاي السلحفات الوحدة بأربعة آلاف. هذا سوق الأسماك سوق الغزيل. اي حبيبي الغالي محمد تيفي انا. حياك الله يا طيب. هذا اللؤلؤي والرصاصي الزوج 55000 كوكتيل. وهذا الشكري الزوج 65000. هذا الدرة الزوج 230. هذا الكاسكو سعره 600000. وهاي اللي اسمينا هاي مطين وقف وردك جاي وقف ورقات. هاي اللي اسمينا سعرها $500 يعني تقريبا 650000. هذا امازوني سعره $500 يعني تقريبا 650000. هو ما هو حيوان جديد. ها والله هذا الكوكاتو اليف سعره 10 ورقات يعني $1000 يطلع $1,200,000 عراقي. متكلم اخوي هذا يحكي. هني الزوج 50000. هذا البينو غندورة البينو عين حمراء الزوج 140000. أبيض صافي عين حمراء. يطلع خارج المرة.
وهاي طيور الحب لها جرمو الزوج 50,000. هذني الفناجز العاديات الزوج 6,000. الزوج 6,000. وهذا جامبو الزوج 25,000. هني حمام ملكي الزوج 35,000. هني كلهن مايات حبيبي؟ بس أربعة صغار. بس أربعة صغار، الباقيات كلهن مايات. هذني قمريات سعرهن 25,000. نتيو فحل؟ نتيو فحل. حمام قمري هاي كريستال سعرها 150,000. نهايتها 150؟ فيها مجال؟ ايش قد يلي تشملينا هون؟ فيها مجال يعني زوج زوج يعني أربعة؟ هاي سعرها 75,000. لا لا كل هذا بعد احلى من هذا عصابه نجي على الصباح حتى احنا بس هاي القطة سعرها 120,000. هاي الوحدة 50,000 وبها مجال، كلهن شيرازيات ذني؟ هذا شيرازي. قطط صغار شيرازيات، العين كريستال مالته. الوحدة 50,000 وبها مجال. هذا سعره 500,000. شيرازية سعرها 100,000. بس شوفنا شكلها حلوة بلا صحن عليك. كريستال عيونها؟ خضر. عادية؟ عيون خضر. عيون خضر؟
سعرها 35,000. هاي فراخ الكوكتيل اثنين ب 85. هذين فراخ الكوكتيل اثنيناتهم ب 85,000. وهذا النعناعة 30. هاي النعناعة ب 30. هذا كناري مفتل فرنسي زوج 100,000. صح العلق رايح 100 زوج. هذا الابيض والموزايك، هذا اللي هنا عصفوري والوان. وهنا الليموني، اي زوج يعجبكم سعره 100,000. كناري اوروبي مفتل فرنسي. هو القفص، هذا البلبل اليف مع القفص 125,000. شو يسموه هذا؟ بصراوي. مال بصراوي؟ مال هذا بلبل بصراوي. ما مجوع سالم عيونه. ما مجوع اشوفه. نثيو فحل؟ لا فول اثنين. هذا نبحل اثنيناتين وهاي ذا بلهن اكيل. هذا تشوف العرموب جوه والخياطه. انت طيب عمي. الله يسلمك. خلي لهن اكيل ومي. زوجين 80؟ ها؟ زوجين 80؟ ايه 80. الواحد ب 40، زوجين ب 80 ذني. وهذا اللي هنا؟ هذا اللي مال الولد. اخوي شلون سعرهم حبيبي؟ 100 طيره وفحل. متعدات؟ هذا اليفات؟ اليفات طيره وفحل وبيضات. نثيو فحل بيضات ذني وليفات سعرهم 100,000. تحياتنا لعشاق البلابل. انه قفصين 100. هذا سمان ملكي زوج 10,000. هذني كبار هن يصيرن هيك ناعمات. هذني السمان زوج بستة. ثلاثة تنبين ذني. ثلاثة تن. ها؟ ثلاثة تن بتسعة آلاف. يا بذني مالات أبو طيبة. بيه ذني الهرافيات. بعشرين ذني. بعشرين ألف؟ ايه. لأن سعرهن 20,000. هاي الدجاجة وهذا الديج. هذا هراتي حلال أبو طيبة. هذا الدجاج السلكي زوج 110 بأسود وبأبيض. هذا كله خمس صابع. هذا خمس صابع. سعر الزوج 110. هذني الفسيفسات مالات ابو طيبه. هذا الفحل وهذني ثلاثه نثايه وياه نهايتهن 125,000. النثي على 25 والفحل ب 50. هذني سعرهن 400,000. هذا الفحل وهذني ثلاثه دجاجات. سعرهن 400,000. شوف شلون حلو ينفش الريش مالته.